السلام عليكم متابعينا الكرام. في فيديو اليوم سأتحدث عن نبتة القراص أو القريص، بحيث تتعدد أسماءها من بلد إلى آخر، بحيث يمكن أن تسمى حراق وحريق وحريقة وأنجرة وزقطوف، والبعض يطلق عليها اسم شعر العجوز وبنت النار. إذن هي نبتة أو عشبة معروفة بشوكها الدقيق. إذن النبتة يكسوها شعر دقيق جدا، وهي كذلك سيقانها مربعة الأضلاع. إذن كما تلاحظون، إذن هذه هي نبتة القراص، لها أوراق على شكل القلب مسننة كما تلاحظون. إذن أوراقها مسننة بهذا الشكل. هذه هي نبتة القراص أو القريص. كما قلت أن هذا الشعر الذي يكسو هذه النبتة يسبب الألم والحكة إذا ما مس الجلد، كما لوحظ أن بعض الحيوانات تقبل عليها بشكل كبير جدا، وهو الدجاج، بحيث يلتهمها وسط الحقول الزراعية. إذا القراص هو نبات عشبي من الفصيلة القراصية، ساقه مربعة، إذا سيقانه مربعة، ساقه مربعة الأضلاع، أوراقه مسننة كبيرة بشكل القلب، تكسوه شعيرات لاسعة ودقيقة تحمل في قواعدها سائلا مكونا من عدة مواد كيماوية، أهمها مادة الهيستامين وحمض الفورميك. تنفتح هذه الشعيرات عند قممها المدببة بمجرد ملامستها للجلد، وتفرغ فيه محتوياتها مسببة إحساسا بالحرق وحك الجلد. أما أزهار القراص فهي صغيرة، إذن هذه هي أزهار القراص، صغيرة خضراء اللون بشكل عناقيد تتدلى إلى أسفل، والبذور دقيقة صفراء وداكنة. والجزء المستخدم طبيا من هذه العشبة هو الجذور والبذور والأوراق. أيضا ينتشر القراص في معظم بلدان العالم وفي كل مكان، وهذا النبات موجود في غالبية دول المشرق العربي. بالنسبة لما تحتويه نبتة القراص من مواد كيماوية، فهي كما قلت تحتوي على مركبات هيستامينية وحمض الفورميك وسيليكون وأملاح البوتاسيوم، وكميات عالية من الفيتامينات مثل الألف والجيم ومعدن الحديد والبدرون. خصائصها الطبية فهي قابضة مدرة للبول ومانعة للنزف ومقوية أيضا للجسم. بالنسبة للاستخدامات وفوائد هذه العشبة الرائعة، القراص نبات غني بالفيتامينات والمعادن، وفي فصل الربيع حيث يتوفر النبات بكثرة يمكن أن تطبخ الأوراق الخضراء الغضة وتؤكل مثل السبانخ، أو تستعمل كسلطة ساخنة، أو يمكن استعمالها في عمل شوربة لذيذة، أو يمكن شربها كشاي، كما أننا نلاحظ وجودها في العديد من المستحضرات الجاهزة التي تباع في الأسواق. كذلك القراص قابض ويوقف النزيف، ويستعمل داخليا لعلاج الطمث الغزير، وخارجيا لإيقاف نزيف الدم البسيطة. قلت يمكن عمل شاي مصنوع من أوراق الحريق بحيث يزيد من إفراز حمض البوليك، وهذا ما يفسر استعمال هذا النبات كعلاج ممتاز لالتهاب المفاصل وداء النقرس. كذلك يمكن استعمال النبتة في تهدئة الأعصاب وتسكين الألم وتقوية الجسم وتجديد النشاط. تستعمل أيضا كعلاج فعال لفقر الدم أو الأنيميا. كذلك يمكن استعمالها لإضرار الحليب عند المرضعات وعند سن البلوغ للنساء وعند سن اليأس أيضا. كما قلت فالقراص الأخضر أوراقه تحتوي على شعيرات تسبب الوخز للجلد تعرضه لها، وقد استعملت هذه الظاهرة في التخفيف من ألم عرق النساء، حيث يقطف النبات ثم يضرب به عرق النساء فيسبب تخريشا للجلد الذي بدوره يسبب تنبيها للعصب فيخفف الألم. كذلك يمكن استعمال القراص لتخفيف هذا الألم عن طريق وضع كمادات، بحيث تؤخذ جميع أجزاء النبات ويعمل منها كمادات توضع على مواقع الألم فيختفي بسرعة. يستخدم القراص في منع سرطان القولون، إنه يساعد على التخفيف من التوتر في الجسم ويجعل جهاز المناعة أكثر قوة. ومن المعروف أن زيادة التوتر والضغط الجسدي يعطي الفرصة لتطور سرطان القولون أو نوع من الأورام السرطانية، كما أن هناك أبحاث تجرى حول جدوى فاعلية القراص ضد سرطان الجلد.
منقوع القراص رائع جدا في تخفيض مستويات السكر بالدم، ومستخلص جذوره يعزز من عمل البروستاتا. استخدام خل القراص خارجيا مفيد في حالة التهاب الجلد والإكزيما والتونيا. يعتبر الحراق أيضا مهويا جيدا للشعر، فهو نبات حمضي يعزز اللمعان الصحي لشعر الرأس، كما أن له سمعة ثابتة طويلا ورائعة كموقف لفقدان الشعر. ويستعمل مغلي العشبة في تشطيف الشعر أو تدليك به فروة الرأس، كما أنه يقضي على القشرة. كما أن نبتة القراص مقوي جنسي رائع، وسبق ووضعت فيديو عن ذلك. بالنسبة لمحاذير استعمال هذه النبتة، لا يستخدم القراص من قبل الحوامل طبعا، لأن الإفراط فيه يؤثر على الدورة الدموية. بالطبع أي عشبة كيف ما كانت يجب يعني استعمالها وتناولها يعني بطريقة معتدلة. أتمنى أن تكون المعلومات التي شاركتها معكم اليوم قيمة ومفيدة لكم. لا تنسوا الاشتراك على القناة والضغط على زر أعجبني، وبالطبع زوروا صفحتنا على الفيسبوك مفتاح الحياة. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في تك تعليق، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومعلومات مفيدة.